الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع على مجلسكم الموقر لاستيضاح كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية أمام مواطني الشعب وأمام الشعب الكويتي لتبيان مثل هذا الإنجاز التاريخي، والذي نشكر كافة الإخوان الذين ذكروا مثل هذا المثال للتو، ونشكر كذلك العضو الموقر دكتور عبد الكريم الكندري في إشادته بهذا الإنجاز وكذلك باقتراحه لعرض هذا الموضوع على مجلسكم الموقر، وشكراً معالي الأخ رئيس. شكراً.